أعزائي المشاهدين، نعود لاستمرار هذا الحوار والنقاش. أستاذ سميح معيطة، يعني معليكم، كيف أيضا رأيتم الحديث عن قرارات الحكومة وضرورة الحاجة إلى قرارات واقعية، والتشديد على أن ما يحصل أيضا من قرارات أحيانا اقتصادية هي ربما فوق القدرة، لكن أيضا الواقعية مهمة في معالجة الوضع الراهن؟ شوف، الحديث الملكي عن الموضوع الاقتصادي حديث حمل مسألة مهمة جدا حقيقة، أنه هناك حاجة لإعادة تقييم موضوعية لكل السياسات الاقتصادية. هو يعني فرق جلالة الملك ما بين التقييم الانطباعي اللي ممكن يكون حدا يقول والله هذه نتيجة كذا الذي جرى، وبين أن نقوم بدراسات منهجية وعلمية وبعد ذلك نصل إلى استنتاجات أن هل الذي وضع الاقتصاد جزء منه سببه هذا المنهج ولا هذا المنهج، نوصل فيه لنهايات. وأعتقد هذا ترشيد لكثير من الجدل اللي بصير في البلد من سنوات بما فيه بالفترات الأخيرة، أنه إذا أنا منحاز لمنهج اقتصادي بحط عليه بحمل عليه كثير من الأشياء وكثير من المشكلات، إذا أنا منحاز لنهج آخر. وهذا بجوز دخلنا لمسألة أخرى، أنه حتى بحديث جلالة الملك عن الفساد قال أنه في أحيانا كان الاتهام بالفساد لنهج وليس لأفعال. يعني أنا ما بصير أقول أنه هذا النهج هو الذي هو الفاسد، أنا بقول نهج خطأ أو صواب لكن بكون الشخص هو الفاسد. طيب. لأنه بالنهج المحافظ أو الليبرالي أو الانفتاح أو اقتصاد السوق أو أي كان أسماء هذه اللي رح تجد فيه أشخاص بيشتغلوا بإخلاص بيأدوا عمل ونتائج إيجابية، ورح تجد كمان في ناس فاسدين بكل المدارس. طيب. فهي أنا بعتقد أنه الحديث اليوم في بمنهجية التعامل، أولا دراسات موضوعية وعلمية لموضوع التقييم للسياسات الاقتصادية، والأمر الثاني أن لا يلصق تهمة الفساد بنهج إنما بأفعال أشخاص، لأنه هذا لا يلغي أنه نقيم المسارات يقال هذا خطأ وهذا صواب بالموضوع. اثنين، كان في إشارة واضحة لمعاناة الناس، لكن أيضا أشار جلالة الملك حتى بطرف خفي لمعاناة الدولة. يعني احنا بوضع بلد مثلا بامكانات محدوده زي ما تفضل جلالة الملك، موضوع الازمه الاقتصاديه العالميه، موضوع مثلا فاتوره الطاقه اللي هي جزء من عجز بتسبب عجز الموازنه، كانه يريد القول انه الدوله تعاني والمواطن يعاني. يعني في عندنا حاله من المعاناه الشامله، الدوله عندها مشكلات والمواطن عنده مشكلات. ما بجوز اقول انا انه والله الناس عايشه والامور كله تمام، ايضا الدوله كمان عندها ضعف قدرات، عندها مديونيه، عندها عجز. وبالتالي لما بحكي جلالة الملك عن الحلول الواقعية بتحدث عن حلول تعالج بأولوية حال المواطن، وأيضا لا تغفل إلا معاناة الدولة ومشكلاتها الاقتصادية. يعني مثلا أنا بدي أتوقف إذا سمحت لي عند فاتورة الطاقة. لما بتحكي عن فاتورة الطاقة نتيجة يعني انقطاع الغاز المصري وفاتورة الكهرباء، طبعا الطاقة مش بس البنزين، نعم. بتحكي الكهرباء هي القصة الأساسية، بتحكي عن, 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 عن مليارات. لما بتحكي عن مليارات في بلد زي الأردن موازنته 6 مليار، بتحكي عن نسب عالي جدا بالعملة الصعبة. يعني انت ما بتدفعها اليوم، ما بنشتري بالدينار الأردني. حتى لو اخذت من المواطن بعته الكهرباء بالدينار وبعته البنزين بالدينار، انا بشتري هذا الموضوع بعملة صعبة، بمعنى انه في قصة شائكة العلاقة مرات مش فينا بقدر ما هو بالظرف. وبلد خلينا نحكي نكون صريحين كأردنيين، الأردن ما كان بلد بترولي وهذا، واليوم طول عمرنا بلد بيعتمد على المساعدات تدبير الأمور على قدر تدبير أموره يعني بالمراحل والأخري. فهذه المسألة الوقت أنا بدي أرجع أحكي أنه الحديث عن الحلول الواقعية حديث عن ضرورة عن نظرة تراعي معاناة الدولة وتراعي أولا معاناة المواطن، وتحاول البحث عن مسارات تخفف على الناس، ولا توصل الدولة إلى وضع من الوضع الاقتصادي إلى وضع لا يمكن تداركه. هذه طبعا المعادلة احنا هسه بنحكيها بأربع خمس جمل سهلة، بس عند التطبيق صعبة أحيانا، إلا يميل معك الميزانية الدولة بتحمل وبترفع الدعم وبتكون في دعم زيادة وهذه بزيد المعجز وبزيد كذا، يا أما المواطن أحيانا بيحمل. فدائما بنضل نوصل للتوازن، كيف لا نصل باقتصاد الدولة إلى مراحل صعبة، وكيف لا نصل بالمواطن أن نزيد أعباؤه بشكل أساسي. وهذا تحدي من تحديات بالتفكير بالرؤى عند الدولة، بعتقد أنه بتجاوز الحلول اليومية ببعض المسائل. شكرا معالي الوزير. الأستاذ عاطف طراوني، يعني الملك تحدث أنه لا حماية لفاسد، لابد من تطوير قدرات المؤسسات التي تعمل على الفساد في عدم يعني بتفاعلها بشكل أكبر، وتقاريرها أيضا وإشاعة مبادئ النزاهة الوطنية. ما هي مسؤولية كل هذه المؤسسات بدورها مع مجلس النواب وأنتم بالسلطة التشريعية؟ كيف يمكن الوصول إلى تطبيق هذه المبادئ العامة؟ يعني سيد الفاضل، هو جزء من عمل مجلس النواب، هو أيضا جزء رقابي، وبالتالي
أي مؤسسة تقوم بدور رقابي هو ينسجم مع دور مجلس النواب، وبالتالي سيلقى أو لقي في السابق وسيلقى في المستقبل كل التأييد والدعم، وأيضا يعني تنظيم التشريعات بأن تحفظ لهذه المؤسسات حرية العمل بكل نزاهة وبكل جرأة. المشكلة هي مشكلة ليست فقط تشريعات، هي هنالك ثقافات. يعني قد يجوز بأن مجلس النواب السادس عشر كيل له بعض التهم نتيجة لتكوين رأي عام مسبق عن جميع الملفات، ووجهت التهم للأشخاص ومن ثم حولت المجلس، وكأن المطلوب من المجلس فقط التوقيع عليها ومن ثم تحويلهم إلى القضاء. لم يعطى فرصة النظر لمجلس النواب بإعطاء رأي التشريع. اليوم الدستور الأردني حفظ لمجلس النواب فقط حق التحويل إلى القضاء العادل، طالما بأن قضاءنا نزيه وعادل، وهذه المؤسسات أيضا لها كل الاحترام والتقدير وقامت بعمل كبير جدا، فبالتالي سيكون عمل تشاركي ما بين مجلس النواب وهذه المؤسسات الرقابية. شكرا سعادة المهندس. أيضا هناك بعض المداخلات من عبد الله الطريفي وجهاد وبشير، وجميعها تؤكد على التحمل المسؤولية الكاملة، والمجلس القادم الذي سينبثق منه أول حكومة برلمانية، أيضا الاستمرار بالحراك المتسم بالروح الوطنية والمسؤولة، وإعطاء الفرصة للمجلس النيابي القادم، هذا ما يقوله جهاد. معالي الأستاذ سميح معي، طب أقل من نصف دقيقة، مسؤولية الحكومة في تطبيق ما جاء بهذه المبادئ العامة، هل تعتقد هي مسؤولية حكومة وإنما مسؤولية مجتمع وكل مؤسسات الدولة بشكل عام؟ أولا بالتأكيد الحكومة بحكم ولايتها الدستورية عليها واجبات واضحة في ما قال وزارة الملك، وبالتأكيد ستقوم بدراسة كل ما ورد في هذه المقابلة، وأي استحقاق عليها تشريعي أو ممارسة ستقوم بها مباشرة التزاما بهذه التوجيهات بالتأكيد. لكن هذا لا يلغي مسؤولية بقية الجهات والمجتمع والأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، هنالك قضايا بعتقد أنها تتجاوز الحكومة، لكن أنا بقول أن الحكومة معنية أولا بدراسة هذا الحديث الملكي والبحث عن آليات لتطبيقه ولإيجاد حلول ما أمكن للقضايا اللي موجودة والواردة في هذا الموضوع. شكرا معالي الأستاذ سميح معيط وزير الإعلام، شكرا لمشاركتك معنا ومداخلتك في هذا المساء وهذا الحوار. شكرا سعادة المهندس عاطف طراني رئيس مجلس النواب الوكالة. أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي بكم غدا مع الزميل محمد الخالدي بعد أخبار السابعة ونصف، أستودعكم الله.